طيب هحاول اشتغل حاجة زي كده، بس هخمن الأبعاد، أنا ما متأكد من الأبعاد بتاعة الشغل، هحاول أخمنها. فرضا أعتبر الأريا دي ستة في ستة وتسعة، أو خليها خمسة في خمسة، 10 10. طيب حقيقي أرسم لاين السناب، السناب جريد، أرسم بس أتأكد من الجريد بتاعتي أول، وأعمل جريد بنا 1 2، وأرسم دايما قريب من السنتر، قلنا كده 5 5 كده، ثلاثة ستة سي تسعة مثلا، تسعة أنا ما عارف الخلفية عاملة كيف فما هشتغل بيها. طيب طيب عندي المبنى فيه 1 2 3 4 5 طوابق، هعتبر الخمسة ديل في 3 15 زائد من الأرضي 4 19، 19 وفوق عندي برابيت أقول 20، أجي أعمل له اكسترود 20 متر. طيب هديه إيديت بولي بالتأكيد، إيديت بولي حاجة أعمل كونكت، أفترض أنه الريسيست ده 1.5 متر من هنا لهنا، مع ال الأريا دي افترض 2 متر، أو هي أكتر، افترض دي 3 من تحت وأربعة، 4 من تحت وثلاثة من فوق. طيب هختار هاي من edit faces، أعمل رينج كونكت، هاخده بالسناب لفوق، هانزل لتحت، قلنا 3 أمتار بالزد بالماينس، ماينس 3، هاجي اعمل كونكت ثاني، رينج كونكت، واخذ لتحت وارفع لفوق 4، هاجي اعمل كونكت هنا برضه، انا بختار كنترول هنا، كنترول كنترول كونكت، واخده على ده، وبعدين هرجع 1.5 متر عكس ورا، ماينس 1.5، السمرة دي من هنا برضو اديه 1.5 متر، كونكت، هاخده هنا اول، بعدين هرجع في الاكس ماينس 1.5. عندي الاجزاء دي مفترض ديتاش، طيب هخليهم عليهم، بس هيعمل الاستواءات بتاعتي في اختار هذا، كنترول هنا، كنترول كل سنابين، اعمل كونكت،
واسحبه لفوق وانزله. بس انا ما عايز كده، انا هقسم دي على عدد الطابق الباقي معايا. طيب هيعمل كونكت لأرضي 1 2 3 4 5. هنا برضو عندي كونكت، هعتبره بالنص. همسك ده كده، خليه 1. طيب عندنا الأجزاء دي ديتاشت، أو قبل الديتاش مفترض دي تاخد شامفر عشان أعمل سيجنف. هيا اختار عليهم تاني، اختار على زي كده لوب افت ال تين واي يا جماعة. اعمل شامفر ده برضه ما عايزه، اعمل له شامفر و 50 سنتر هاي زي 0.5 كتيرة، هي دي 0.25 الصورة. طيب هاي اختار بوليجون زي كده، عندي ايطاش. بعد كده ممكن اغير في الكلر مبدئيا عشان اقدر اميزه، اجي اختار. طيب عندنا امر جديد هنشوفه. قلنا عشان ندي الثيكنس ذا، اقصد عشان ندي السطح ذا، عشان نديه سماكة كان بنديه اكسترود. بس الاكسترود لو جيت عملت ايزوليت الاكسترود بخلي لي الجهة التانية دي مفرغة، ملاحظين؟ كأنه انا باخد البوليجون ده وبطلعه، ما بديه سماكة بس. طيب عندنا امر جديد نشوفه، حد لي الشغل ده كله سماكة مع بعض، اللي هو امر اسمه شيل. طيب شيل بدي لي البوليجون سيجنف، ممكن يكون الشيل او السيجنف للداخل من الانر اماونت لو زودت الانر اماونت، او لبرا لو زودت الاوتر اماونت. طيب في ديستورشن مكسر الشكل جاي معي مكسر، فهديه هنا خيار اسمه ستريت اند كورنرز. ستريت اند كورنرز بيثبت لي كورنرز. اسحب ترى قلل شوية، انا عايز 20 سم بس. واضحة النقطة دي؟ طيب قلنا عشان ندي سماكة للبوليغونز دي كنا بنعمل اكسترود للبوليغونز، تمام؟ بس طريقة تانية بنديهم شيل، أمر اسمه شيل بدي لي سماكة للأسطح. ما أعتقد فيها مشكلة مكتوبة. طيب الأوتر والإنر، طيب الإنر إذا عايز أدي السكنس لجوا انر، تمام؟ شايفين الثيكنس بيمشي لجوا صح؟ كان انا بديك سترود لجوا، الاوتر بديك سترود لبرا. دي النقطة بتاعت
ستريت اند كورنرز دي لو في ديستورشن حاصل هنا بيصلح. لا عيني الكورنرز مرات بتكون ما مظبوطة. الكورنرز لما تكون ما مظبوطة بديه هنا ستريت اند كورنرز، نفعل الخيار ده هنا. لو جينا في التوب شايف الكورنرز دي، لما اديه ستريت اند كورنرز تظبط معي. واضحة؟ شباب مالكم متنسلين هنا؟ ما واضح الموضوع ده شكله. اعمل لك ستروت او حتى من غير اكستروت، خلينا نعمل له ديتاش عشان نشوف الشلة. ديتاش نغير الكلر. طيب هختار على ذيل الاثنين مع بعض، عامل لهم ايزوليت. اختار على الفريم اعمل له شلة. ممكن اعمل اكسترود او شل، يعني ما الموضوع، انا بس اضافة امر يعني. شل اس اتش بدل ما نديهم اكسترود اديتهم السيجنال عن طريق أمر شل. اختار على ده برضو حدي وشل بس بيغيم أغلى. ممكن كده فريم والويندوز عملهم جروب كالعزلات هنا برضو نختار واحد رينج نعمل كونكت. طيب سامي العزلات نختار كده نعمل كونكت كده مثلا. نعمل انسيت الانسيت باي بوليجون. اعمل ديتاش غير كلر. شل برضو حد يشل. ده ما قلنا جروب هيك الجروب بتاعي. طيب انا هجيب هنا خليكم تبدو فيه دايمنشنز كده عملنا 5 في 5 في 10 في 10 او 10 في 9. افتحها تكست
Exacto. طيب في زي سواد هنا في الاريا دي ويدعم ثلاثة ايتولات هرجع بوليجون من الشل هنزل بوليجون تحت اختار كنترول A بعدين هنزل تحت هلاقي حاجة اسمها سموثين جروفز هعمل كلير اول بعدين هطلع تاني شيل البلاك اختفى لكن الشيل فيه مشاكل طيب هحسب شيل مؤقتا طيب هختار الاجزاء دي هعمل لها ديتاش اختار هي اعمل لها شل برا اختار على ده برضو هعمل لها شل ستيل موجودة طيب اختار على البوليجون ده والفوق برضو هعمل لهم ديتاش وكده هعمل له شل كده الكورنرز بتاعتي بقت نظيفة لما كان الشكل كله مع بعض حصل فيه مشاكل يعني كان في 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 زي ديستورشن او تشوه هنا في تشوه في النقاط دي هنا لما جيت فصلت كل جزء براه اديت كل جزء شل اتحلت المشكله طيب افك الايزوليشن طيب عايز اعمل حاجه زي دي ممكن اشتغل ببوكس اعمل بوكس اوتو جريد واعمل بوكس باي بعد واي ادي اديت بولين طيب هاخد بوليجون دوا هاخده كده هاخد البوكس كامل هنا مثلا عين اختار فيرتكس دي هنزلها ممكن سناب هذه مع هذه في الزد دي لفوق مع حد الطابق الأخير ممكن اخد ديل بالسناب عندي الجزء ده اتقسم مشى كده معناها هاخد كونكت هرفع الكونكت فوق تقريبا القيمة دي هيا اخد البوليجون ده هنا هعمل اكسترود الصورة دي اخد فيرتكس ارجع الفيرتكس بتاعته شوية ايدج واعمل كونكت اختار بوليجون اختار البوليجون ده اكسترود
الإسلام فأخذه مع الدين. طيب ممكن البوليجونز الداخلية دي كنترول على ده من لام اكسترود عشان يقفله مع المبنى. الكيفية دي الحياة دي ممكن تكون خام فما هشتغل بها. النقاط اللي شايفينها دي هي عبارة عن ماتيريال، بس ممكن اعمل الفريم اختار على البوليجونز كلها اعمل لها انسيت واعمل اكسترود اكسترود بالماينس واعمل ديتاش الجزء ده اغير الكلر بتاعه وضع اديه كلر الصورة بنفس الطريقة. الجزء اللي هنا ده بس ما هشتغل فيه انا، هشتغل عندي الفتحات الموجودة في الاريا دي. طيب حاجة اعمل بوكس وبالاوتو جريد اعمل البوكس بتاعي اخلي ابعاده مظبوطة مثلا 0.5 في 0.5 ازود الهايت شوية. ممكن اعمل له روتيت 45 درجة 45 درجة في الواي لان دي مايلة. شيفت خليه كوبي وخليه مثلا 0.7 0.7 واخد كوبي هنا واخد كوبي هاخد نسخة من ده برضه هنا. أنا ما هركز كتير بس عايز أشرح المبدأ بتاعه. طيب أختار واحد هعمل له convert to edit poly convert. قلنا لما اديه convert to edit poly البوكس الموجود هنا بروح فرقة من ال edit poly لما اديها من modify، انه لو كان عندي اكتر من modifier هنا مجرد ما اعمل convert فهي بتتحول لحاجة واحدة ل edit poly بس. هعمل attach اعمل التاش لذيل بس هخلي الاجزاء دي اطول شوية واخليها مخترقة. طيب اخذهم مع الجزء ده هعمل لهم ايزوليت اخد دول بس اخليهم مخترقين
شير الصورة دي. ده برضو حاجة ديويدد بولي فوق الشل. طيب ركزوا معايا في النقطة دي. اختار على الجسم، همشي كرييت من هنا من ستاندرد بريمتيفز، هختار حاجة اسمها كومباوند اوبجكتس، هديه امر اسمه بولين، اديه بيك واختار على الاجزاء دي. طيب ما نجحت، هجرب برو بولين بيك. طيب اعيد النقطة دي ثاني، بختار على الشكل او الاشكال اللي انا عايز افرغهم، بعملهم ايديت بولي، بعمل لهم اتاش كلهم مع بعض. الجسم اللي انا عايز افرغ منه برضو بديه ايديت بولي، بكون مختار عليه، بمشي كرييت ستاندرد بريميتيفز، بختار كومباوند اوبجكتس. عشان افرغ جسم من جسم عندي امرين، عندنا حاجه اسمها بولين او برو بولين، الاثنين بدوني نفس المعنى، فجربت بالبولين ما نجحت، ما زبطت. اخترت اختار بولين، ادو بيك او براند بي او الجسم اللي انا هفرغ منه، وبضغط عليه. طيب دي ما زبطت، اجرب بولين او برو بولين، ادو ستارت واختار على الجسم ده، الاقيهم تفرغوا معايا بالصورة. واضحة النقطة دي؟ طيب بيك الايزوليشن، الاقي التفريغ بتاعي بالصورة. طيب نخليكم تواصلوا شوية، اديكم 5 دقايق. سريع، قلنا في الاول بجيب ارسم ارش او ارسم الشكل ده في الفرونت في الواجهة، كان شرحناه المحاضرة فاتت. طيب بعد ما اعمل البولين عشان ارجع لبوكس والخيارات دي، بختار تاني وبرجع لستاندرد بريمتيفز. طيب هعمل لاين، شيل الاوتو جريد، فحل الجريد، هاخد كده كده كده، هاخد دي اسحبها كده، ريفاين، هاخد دي انزلها. دي هغير البيزير، سبلاين، اوت لاين، بعدين اكسترود، بالصورة دي. هديه ايديت بولي، حاجة ارسوم سلندر، سلندر على الاوتو جريد، استعجل الراديوس، اخذ واحدة مثلا مكررة،
اختار واحد convert editable body بعمل attach اتأكد كل الاجزاء دي مختارها shape اختار على shape compound object drop volume start picking اختار على طيب طيب عايز اعمل انتيرير طيب هفترض الغرفة 4x6 اجي في التوب اعمل ريكتانجل اتأكد بس اخليهم 6x4 هيا ادي اكسترود اكسترود مثلا 3 متر ارتفاع الغرفة طيب هيا ادي ايديت بولي اختار بوليجون ده وحدلكم اختار عليه ده واعمل له ديليت طيب عايز اضيف الفتحات عايز اضيف هنا عندي البانيرز دي وعندي باب في الاريا دي هيا اختار ايدج اختار هنا كنترول كونكت فاعل سناب واخده هنا الجزئية دي افترض مثلا 20 سنت او 50 سنت مثلا اعمل رايت كليك هنا اعمل موف بالماينس في الواي ماينس 0.5 كونكت واخده هنا وارجع في الواي مثلا 120 طيب بالماينس ماينس 120 اختار هنا ارض كونكت عندي هنا مثلا دي برضو 50 ومن هنا 50 اخد دي هنا وارجع ماينس 0.5 كونكت وامشي واي بالموجب طيب عايز احدد الارتفاع بتاع الباب اختار على 1 رينج كونكت واسحبه لفوق وانزله مثلا 80 في الزد ماينس الصورة دي هختار بوليجون ده كنترول على ده وهختار الباب براه اعمل له ديتاش اختار على الشباك براه ديتاش عشان ادي سماكة بتاعت الحوائط ادي وشل شل بوينت 20 اذا عايزه للداخل هديه الشل في الانر قلنا انر اماونت هديه اكسترود لجوا والاوتر هديه لبرا حسب ما انا عايز هديه انر بوينت 20 طيب اختار على ده نفصل فيه ناخد هنا كنترول فوق ممكن اعمل له ايزوليت واعمل كونكت حسب ما انا عايز اذا عايز انزل دايمنشنز ممكن اعمل كونكت
كونكت واحد واخده بسناب وانزله هنا مثلا وارجعه حسب الدايمنشنز اللي هو مديني ليها. لكن انا ما شغال بدايمنشنز، انا عايز امشي سريع خلينا كده مثلا بوليجون، اختار عليهم كلهم، انسيت باي بوليجون، ادي انسيت مثلا 5 سم.05 وهعمل لهم اي داش. عايز نتمرن شوية في الشيل، هديهم شيل بدل اكسترويد شيل، خليها 10 سم. والجلازنج هديه شيل 2 سم.02 نور عليهم، غير كلر. طيب السنتر ده عايز ارجعه هنا، بختار عليهم الاثنين هيراركي افكت سنتر افكت بيفوت سنتر تو اوبجكت. الاثنين كده واعملهم جروب، سميهم مثلا ويندو شوية، الباب برضو ممكن اعمل له ايزوليت، عايز اعمل له موديلين. طيب اختار هنا كونكت ممكن انزل التلفزيون كونكت عدي وشال شال مثلا 10 سم. فوق الشال عدي وإيديت بولي، اختار بوليغون، اختار العجل، نعمل لهم انسيت بعدين انسى الثاني باي بوليون، بعدين بيفل قلنا هو بيعمل لي اكسترود مع اوتلاين. طيب بعدين اكسترود بالماينس، بعدين المهم حسب التشكيل اللي انا عايز اوصل له. بدي له بالثاني بس اقلب، بدي استرود لورا كده مثلا، اعمل انسيت ديو بيبل ثاني، هيراركي افكت سنتر توب بيت. طيب عايز اشتغل السيلينج ده، هيعمل بوكس، افعل سناب، اديه حسب الهايت اللي انا عايزه،
طيب انا هختار الضيق 20 سنتي، والهايت هعملها 20، هحذفه بس انا عايز من جوه ما عايز من بره، خلوه من هنا وحط هنا. طيب ما مشكلة خلوه كده، اديه الهايت 20، هدي ويدت بولي، اخد الفيرتكس دي بالسناب، هذه معادلة. طيب اعمل له ايزوليت، ايزوليت صار الف كيوب، الف مع كيوب يعمل لي ايزوليت. بنعمل عندي كونكت هنا دبل، اختار كده، هيا اعمل كونكت. بوليجون الاجزاء في النص دي انا ما عايزها، اختار ايدج، اقفل الليل. طيب ممكن اقفلها ببريدج او خلينا نشوف البوردر، بوردر ما استخدمناه. طيب البوردر، بوردر هو عبارة عن بوليجون محذوف، فيه امر واحد بس بنستخدمه اسمه كاب، كاب اقفل الليل الاريا، اختار بوردر، اختار بوليجون، ده ما عدا كنترول كنترول، واعمل انسيت واخليه 10، طيب عندي تاني جزء هنا. طيب هعمل لهم بريدج عشان افتح كده، عايز اعمل الجزء بتاع الانارة المخفية، حتى اللي بتقعد فيها الانارة، اختار ايدج 1، رينج الت ار، اعمل كونكت، بس كونكت 1، اخد بوليجون 1، شيفت، اعمل اكسترود برضو 10، بس التايب لوك النورمالز هنثبت معاه نفس الأوامر هنا مع عيدة. عندي الأجزاء دي ممكن تكون بوكس عادي، هي في التوب كامل بوكس أوتو جريد، خليهم خمسين بين فايف الويت، الويت هخليه هي هاية، الهايت هخليه 20، نفس الارتفاع بتاعي، الديفيد البولي اخد فيرتكس دي اظبط هنا، عندي هنا اخد ايتش اعمل له ايزوليت، طيب هتراجع ممكن انزل بوكس دي او اس واخليه 10 بس، طيب اعمل كونكت، اعمل له شامفر، اختار البوليجون الاكسترود خليه 10. الجزء اللي بثبت على السقف
network, you can, as a listener, set in as our vertex here, Mali. The copy shift as of dimensions from the instance